يتحقق كل شيء يقوم به دماغنا، من السيطرة على الحركة إلى الأفكار الواعية وتوليد العواطف، يتحقق بواسطة إطلاق شحنات كهربائية. الخلايا التي تنتج الإشارات الكهربائية وتنقلها وتسمى الخلايا العصبية أو العصبونات. في الواقع يوجد في رأسك ما يكفي من الكهرباء ليضيء مصباحا كهربائيا. تستلم الخلايا العصبية المعلومات وتبررها بتحويل المنبهات في نهاية الليف العصبي إلى شحنات كهربائية. عندما تتنبه الخلية ينمو منها بروز رفيع وطويل يعمل كمجس للبحث عن خلية أخرى منبهة. ثم تعمل ربطا معها، لكنهما لا تتلمسان مع بعضهما، بل تتركان فجوة صغيرة بينهما تسمى الشق التشابكي. لا تمر الشحنات الكهربائية عبر التشابك العصبي مباشرة، بل تتحول إلى مواد كيميائية. تنتقل النواقل العصبية بين الخليتين، وبالتالي تتابع الإشارات الكهربائية انتقالها. عندما يكتمل تكون العصبي، تثبت البروزات في مكانها، مما يسهل انتقال المواد بين الخليتين وبسرعة. تتواصل الخلايا العصبية فيما بينها بسرعة بفضل استعمال الإشارات الكهربائية. لكن الكهربائية ليست الصفة المميزة الوحيدة لهذه الخلايا، إذ أنها تتصف بمرونة هائلة لتغيير ارتباطاتها مع خلايا عصبية أخرى. هذه المرونة هي مفتاح تأدية دماغنا لجميع وظائفه.